السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم حابين نتكلموا على ما يحدث للاعبنا ونجمنا ونجم المنتخب الوطني رياض محرز. موضوع رياض محرز موضوع واضح وبسيط، لكن الصحافه بعض الصحافه تاعنا اللي ما تقدرش تهدر وما جاتها على قلبها انه تشوف في محرز مظلوم، بصح هي ما تكلمهاش، تمسح الموس في رياض محرز. يقول لك رياض محرز هو اللي ما مش يبان ولا ما يلعبش مليح، لكن العام هذا الحمد لله العام هذا بين رياض محرز باللي لاعب من طينة الكبار. الشيء الاخر، احنا عندنا عام وبعض الاشهر، عام وشهرين ولا عام وثلاثة اشهر، قلنا باللي غوارديولا مدرب عنصري، كانت الناس تضحك، كانت الناس تستهزئ، كانت الناس تضحك. قلنا باللي رياض محرز لاعب من طينة الكبار، وهو وصفناه رياض محرز انه اكبر حتى من مانسيتي، بصح الناس كانت تضحك علينا وكانت تقول لنا بلي راكم فلاسفه وتلعبوا فيها وراكم لاعبينها فلاسفه ولاعبينها زعما بيكم العاطفه مانيش عارف وكذا وكذا وكذا. ايضا احنا كي تكلمنا العام اللي فات كانت ناس من حقها، على كل حال الاحترام نحترموا الراي، اراء الناس نحترموا اراء الناس، قالوا باللي كيفاش يا فيلسوف الغبرة 70 مليون يدفعها غوارديولا باش يجيب لاعب ويديروا احتياط اللي ما كانش منها. انا نقول لك مش غير 70، يدير 150 مليون اورو ويحطها باش يلعب محرز احتياط عادي. نعطيك فيتاك مع اللي فات بالدليل، وزيد نعطيك بالدليل، الدليل المادي الان واضح وضوح الشمس. السيرلينغ لعب ضد تشيلسي ولا ما لعبش؟ يا الذباب الالكتروني لعب، ومحرز لعب. السيرلينغ اليوم مع شختار يلعب اساسي ومحرز ما كانش. هاي جاوبونا، خطره كي كنت نقول انايا عندي عام واش كنت نقول باللي رياض محرز جابوا غوارديولا بسبب لاعب واحد مع اضافه لاعب ممكن اللي هو صاني، بسبب السيرلينغ. رياض محرز جابوه بسبب السيرلينغ، نعاود ونقول ونكرر باش الناس اللي ما سمعش تسمع واللي ما كانش تصدق تصدق. السيرلينغ رياض محرز اشتراته إدارة السيتي بطلب من غوارديولا بسبب السيرلينغ. كيف ذلك؟ كي يكون كحافز ولا كمحفز للسيرلينغ باش يزيد يخدم مليح. هذه القصة وما فيها. رياض محرز شراته مان سيتي، شراه غوارديولا باش يكون كحافز، ليعرفوا لانهم يعرفوا الجوده والكاليتي نتاع رياض محرز، وتكلموا عليها مدربين كبار وتكلموا عليها لاعبين كبار اخرهم لامبارد. الجوده الكرويه من رياض محرز، قالها لامبارد، قال لك احنا نعرفوا الكاليتي والجوده نتاع رياض محرز هي اللي تصنع الفارق. يكون فريق راقد يجيك لاعب اللي بدل لك المقابله كامله، وبالفعل مش شفناها مع تشيلسي. اذا شراء رياض محرز من قبل اداره مان سيتي ومن قبل غوارديولا هو بمثابه كمحفز ولا كتحفيز لرحيم السيرلينغ الابن المدلل لغوارديولا. رحيم السيرلينغ علاش غوارديولا يديرها يجيب لاعب 70 مليون اورو عجل السيرلينغ؟ لماذا؟ لان السيرلينغ لاعب دولي انجليزي، احنا نعرف بلي غوارديولا يريد محاباه الصحافه الانجليزيه والاعلام الانجليزي والاتحاديه الانجليزيه، شيء واضح. ايضا لما تكلمنا الاسبوع اللي فات وقلنا بلي رياض محرز خارج مخططات غوارديولا، اعطينا بالادله، كثر خير، اسمعوا مليح اخوتي، كثر خير الاتحاد الانجليزي اللي عاقب برناردو سيلفا بعقوبة العنصرية في مقابلة تشيلسي ما لعبش، والله ما يلعبها رياض محرز، نعطيكم بالجبيكم من الاخر، ما يدخلش يلعب وما هوش داخل ضمن مخططات غوارديولا. لأن هذا اللاعب في العالم كامل ما تصرعش، لاعب يسجل يتألق يمد لي باس ديسيزيف يلعب مليح، داير كلش كلش دارو، يجد روحو يجد نفسه في الاحتياط، يلعب مليح مقابلة اللي بعدها تلقاه في الاحتياط.
بينما ستيرلينغ كان عبارة عن خيال ظل في مقابلة تشيلسي. أسوأ لاعب هو ستيرلينغ. يحب الإحصاء، يرجع الإحصاء، يروح المواقع تاع الإحصاء يشوف تقييم نتاع رحيم ستيرلينغ، يعطيه الديتاي كاملة، يجد باللي ستيرلينغ من بين اللاعبين اللي داو نقاط قليلة، إن لم نقل أسوأ لاعب، لكن المقابلة اللي بعدها يكون أساسي. هاي هو خرجوا إذا ضرب الإلكترون يقول لي ما كانش منع، قلنا راك تخرف ما كانش منع، قلنا لكم رياض محرز راهو يسلك في الفاتورة، الفاتورة نتاع واش؟ فاتورة الانتقام. علاش انتقام؟ لأن رياض محرز في فريق نقولوا صغير اسمه ليستر سيتي، فريق صغير هذا ليستر سيتي بهدل كسر مان سيتي، كسر أموال مان سيتي، كسر اللي يقولوا عليه نجوم مان سيتي، كسر اللي يقولوا عليه مدرب عالمي اللي هو غوارديولا، احنا ما نشكوش في إمكانية غوارديولا، كسر حطم إمبراطورية مان سيتي، هو النادي الصغير ليستر سيتي، والنجم الكبير رياض محرز، والباترون نتاع ليستر سيتي كسر حطم كسر مان سيتي. إذا هذا اللاعب اللي كسر مان سيتي وحطم غرور مان سيتي وجرح مان سيتي، واش نديروا له باش نكسروه ونحطموه ونقطع عليه الماء والضوء؟ واش نديروا له؟ نشريوه، نجيبوه عندنا نشريوه ونديروه في الاحتياط ليتكسر كما داروا مع لاعبين أفارقة، لأن غوارديولا معروف سياسته مع اللاعبين الأفارقة، عند أمثلة عديدة، دروغبا، إيطو، ويلفريد بوني، يا توري، معروف، عفواً قلت دروغبا خاطي، عفواً، يا توري، إيطو، ويلفريد بوني، معروف باللاعبين الأفارقة، بكره اللاعبين الأفارقة. إذن هذا رياض محرز، أنا كغوارديولا حطمني، كسرني، لاعب يلعب في فريق صغير يبهدل النجوم نتاوعي، لي شوشو نتاوعي محبوبين عندي، سيرلينغ واغويرو واللاعبين المحبوبين عندي، كسرهم حطمهم، باش واش ندير لنا باش نضعفو ونطيحو، نشريه نجيبو ونشري حتى ب 100 مليون اورو وراح المشكل، نشريه ونديرو في الاحتياط، نستفاد من زوج حوايج، الاستفاده الاولى اني شفيت غليلي فيه، خلاص شفيت غليلي فيه، كسرته خلاص، خلفت الثار نتاعي، اللاعبين عادوا يفرحوا فرحانين كي جبت لهم اللاعب اللي حطمها مكسره درته في الاحتياط، شفينا الغليل نتاعنا. هذه واحد. الحاجه الثانيه اني نستفيد منه هذا اللاعب كمحفز للسيرليك وبدرجه اقل، صاني ليش؟ لانه لاعب دولي الماني فقط، لكن الاساس هو سيرلينغ، رحيم سيرلينغ. بصح يكون انا هضر الكلام هذا درنا عندنا عام، كنت نصحك الصحافه واش كانوا يقولوا؟ كان يقولوا محرز ما عندوش مكانه في مان سيتي، كاين بعض المحللين سامحهم الله على كل حال قال لك غوارديولا غلط كي جاب رياض محرز، لان سيتي كبير على رياض محرز. انا من اليوم نقول لكم، من اليوم صاعدا، انا بالنسبه لي اضعف فريق هو مان سيتي، الصغير بالنسبه لرياض محرز، رياض محرز كبير على مان سيتي، محبه من حبه وكريهه من كريهه، من اليوم صاعدا رياض محرز كبير على مان سيتي، باللي يلعبوا بالنجوم نتاعهم، باللي يقول عليهم النجوم، بلونترنير تاعهم، كبير عليهم، كبير وكبير ربي سبحانه. حاجه اخرى، رياض محرز كلام واضح في الندوه الصحفيه اللي دارها، عفوا مش الندوه الصحفيه، اللقاء التلفزيوني اللي داروا اخيرا مع قناه رياضيه، قال لهم باللي وين ما نلعب ياسر نسجل اهداف، اذا كي نلعب نسجل، كلام واضح وصريح وميساج واضح، انت تحطم فيا ديرني في الاحتياط وانا ما نسهلش الاحتياط، وبينت لك وثبت ليك وبرهنت لك باللي لاعب انا لاعب كبير ومنطينت الكبار، اسمي رياض محرز وجبت كاس افريقيا ولاعب كبير، انت حبيت ما حبيتش ندي البارون دور افريكا بسبة تاعك انت، بسبب غوارديولا محرز ماهوش راح يدي بارون دور افريكا وما يديهاش. اذا رياض محرز عنده حل واحد ووحيد، لا يوجد حل اخر، حل واحد ووحيد هو الرحيل. الانديه عديده،
كاين ريال مدريد، كاين اتليتيكو مدريد، كاين جوفنتيس، كاين عديد من، كاين مانشستر يونايتد، أندية عديدة، كاين انتر دي ميلان، كاين رياض محرز، كل نوادي أوروبية تمناه. تبقى العقبة الوحيدة هو إدارة مان سيتي وبالأخص غوارديولا العنصري الصهيوني. تكلمنا عليها القصة اللي فاتت وقلنا باللي صهيوني بالفعل هو صهيوني. اللي يرجع لأرشيف برشلونة يعرف شكون هو غوارديولا ويعرف هل هو صهيوني أو ليس صهيوني. إذا الكلام واضح. إحنا كجزائريين نتمناو، كمناصرين وكالشعب الجزائري نتمناو الخير لرياض محرز، نتمناو له مزيد من التألق ولما لا الهروب والرحيل من هذا النادي العنصري وخاصة المدرب العنصري. إذا نتمناو الخير إن شاء الله رياض محرز ومزيد من التألق مع نادي جديد بإذن الله تعالى في الميركاتو الشتوي. في الأخير خلتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.